توفي قبل قليل نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي أحمد الشعراوي. أعلن الخبر الشيخ أحمد التركي أحد علماء الأزهر من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعى أخا وصديق الأستاذ أحمد الشعراوي بن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم أجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.